حصد أحمد الجندي لاعب منتخب مصر للخماسي الحديث الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024. أنهى الجندي منافسات النهائي في المركز الأول برصيد 1555 كرقم أولمبي قياسي عالمي جديد للبطل المصري، وبذلك حصد الجندي ثاني ميدالياته الأولمبية، وكان قد حصل على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو، كما أن هذه الميدالية هي الذهبية الأولى لبعثة مصر في أولمبياد باريس 2024. توجت اللاعبة المصرية سارة سمير بالميدالية الفضية عقب نهاية منافسات الخطف والنطر في رفع الأثقال لوزن 81 كيلوغرام خلال دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وحلت سارة سمير في المركز الثاني بمجموع 268 كيلوغرام. فاز مانشستر سيتي 7-6 على مانشستر يونايتد بركلات الترجيح ليتوج بلقب الدراع الخيرية على استاد ويمبلي في افتتاح الموسم الحالي الإنجليزي لكرة القدم بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل منهما. حقق سيتي اللقب الأول أول مرة منذ عام 2019 لإنهاء سلسلة من الهزائم في هذه البطولة بعد خسارة أمام أرسنال في الموسم الماضي وليفربول في 2022 وليستر سيتي في 2021. يبدأ اليوم منتخب مصر كرة القدم الشاطئية معسكرة تدريبية المغلق في الأسكندرية في الفترة من 10 وحتى 17 من شهر أغسطس الجاري. عقد مصطفى لطفي المدير الفني جلسة مع معاونيه من أجل الاتفاق على خطة التدريب خلال المعسكر التدريبي لرفع الحالة الفنية والبدنية للاعبين قبل اختيار القائمة النهائية التي ستخوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا القادمة والمؤهلة إلى كأس العالم القادمة.